تنضم إلينا من جنوب قطاع غزة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. منى أهلا بك معنا، لو تضعينا في التفاصيل التي ربما حصلت عليها لهذه الهدنة التي من المقرر ربما خلال الساعات المقبلة أن تدخل حيز التنفيذ، وقبل ذلك ما هي الرؤية لديك على الأرض الآن؟ هل هنالك من توقف أو يعني تخفيف لعمليات القصف الإسرائيلي على الأرض؟ نعم جد، تحياتي لك وتحياتي لجميع المشاهدين. عمليا خلال الساعات الأخيرة ومنذ بدء الحديث الجدي عن يعني احتمالية الوصول أو أن إعلان على الأصح الوصول إلى تهدئة وإن كانت مؤقتة، الاحتلال الإسرائيلي ربما كثف من استهدافاته في مناطق قطاع غزة بمجملها من شمال قطاع غزة وحتى الجنوب. من المعروف وفقا يعني السيناريوهات التي عادة تتبع لدى الجيش الإسرائيلي بأنه قبل أو بمجرد الحديث عن بدء اقتراب هدنة يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته وتكون يعني هناك محاولات لإلحاق أكبر ضرر ممكن، إن كان في البنية التحتية، إن كان في ما يتعلق باستهداف منازل المواطنين، المستشفيات وما إلى ذلك. وبالتالي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن كان هناك يعني استهدافات في كل مكان، في منطقة خان يونس، في رفح، في أيضا دير البلح. نحن نتحدث عن مجازر عمليا، هذا بالإضافة إلى منطقة النصيرات ومناطق مدينة غزة والشمال. حرفيا يعني أنا أتحدث عن مجازر، أتحدث عن استهدافات مكثفة بشكل كبير جدا، وأشير إلى أنه وأنت تتحدثين الآن منى، يعني وأنت تتحدثين الآن هنالك استهداف يعني كبير جدا في منطقة الشمال، يعني تفجير واسع وكبير، يعني مساحة كبيرة، انفجار لمساحة كبيرة جدا، أكثر من انفجار. فعلا هذا ما يؤكد ما تذهبين إليه، يعني وأعمدة الدخان الرمادية البيضاء التي ترتفع من هذا المكان يدلل على استمرار الغارات الجوية بكثافة وبشراسة هذه الساعة على منطقة بيت لاهية، هذه بيت لاهية تقريبا وجباليا المكتظة أصلا بالسكان والتي لم ينزح منها من هذه المناطق الشمال إلا الشيء البسيط، وفق ما شهدنا على شارع صلاح الدين لم يكن إلا جزءا بسيطا من أكثر من مليون شخص في هذه المنطقة. هنالك وفق التقارير الأمريكية والتقارير الإسرائيلية قرابة 700 ألف مواطن يسكن في هذه المنطقة. نعم منى أكملي لو سمحتي، قصف شديد على شمال وشمال شرق القطاع الآن. نعم هذا صحيح رعد، يعني عمليا يعني حتى فيما يتعلق بالمستشفيات منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن، يعني منذ ربما الساعة الثانية صباحا وحتى الآن، هناك رسائل متواصلة لكل من مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان وأوامر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء العاجل. وعمليا منذ صباح هذا اليوم هناك انشغال بأمر يعني محاولة إخلاء هذين المستشفيين في وهما يعني موجودان في مناطق شمال جباليا. وبالتالي أيضا فيما يتعلق بالأنباء التي ترد من هناك، هناك استهدافات عنيفة، هناك استهدافات أيضا مباشرة لهذه المستشفيات، هناك استهداف لمربعات سكنية في محيط هذه المستشفيات، أحذية نارية. وربما الصورة التي أشرت إليها رعد هي ترجمة لما أقوله الآن. على ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعطاء المهلة الأخيرة لمن يتواجد داخل المستشفى والمستشفيات وفي محيطها في منطقة شمال قطاع غزة لضرورة إخلائها خلال يعني فترة قياسية. عمليا الساعات القادمة سوف تكون أكثر ربما قسوة، أولا فيما يتعلق بمناطق الشمال، المناطق التي يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا إن كان في الشمال أو حتى في مدينة غزة، لأن يعني الآن هناك نحن دخلنا في مرحلة محاولة إلحاق أكبر قدر من الممكن بالأضرار. نعم يعني فعلا منى، يعني هذه الصورة التي أشاهدها الآن على الرغم من استمرار القصف لهذه المدة 47 يوم من القصف على كل قطاع غزة، حقيقة هذه الصورة ربما الأوسع من قطاع القصف، يعني لو يعني الآن مشاهد يرى يعني على طول أو على عرض هذه الصورة هنالك انفجار على عرض هذه الصورة في شمال القطاع، شمال الشرقي للقطاع تقريبا، هذا بيت لاهية وجبالية
المنطقة المكتظة بالسكان، يعني انفجار هائل جدا، يعني استخدام لأكثر من مقذوف أو من صاروخ على هذه المنطقة، ويبدو وفق هذه أعمدة الدخان البيضاء أنها استخدام لأسلحة قد تكون محظورة أو محرمة دوليا في هذه المنطقة. يعني منى، في ظل هذه الاستهدافات واستمرار القصف بهذه الطريقة، لو تضعين في إحصائيات لو تكون قريبة أو لأعداد الضحايا في آخر 12 ساعة إن صحت، أو 12 ساعة إن صحت تسميتها. نعم، يعني حتى الآن هناك حديث عن المئات من الشهداء. عمليا مع فجر هذا اليوم كان هناك حديث عن أن 60، يعني خلال ربما ساعة واحدة 60 شهيد وصلت إلى مستشفى كمال عدوان. أيضا في مناطق جنوب قطاع غزة الحديث عن ما لا يقل عن 50 شهيد إلى 70 شهيد وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى، تحديدا في دير البلح. أيضا هناك عشرات الشهداء وصلوا إلى مستشفى ناصر، لكن حتى الآن لا يمكن الحديث عن إحصائية نهائية لأن وزارة الصحة لم تخرج بهذه الإحصائية. ولكن دعني أشير هنا إلى أنه يعني عمليا حتى الوصول إلى إحصائية تقريبية هو أمر يعني يكاد يكون مستحيلا. دعنا نتخيل ما يجري في الشمال مثلا، يعني عمليا الآن لا يمكن لسيارات الإسعاف أن تتحرك. بالأمس كان هناك استهداف لمقر الدفاع المدني في بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في منطقة جباليا. أيضا صباح هذا اليوم تم الاستهداف مرة أخرى، الأمر الذي أخرج إحدى سيارات الإسعاف عن الخدمة وإحدى الحفارات، أيضا بالإضافة إلى سيارات الإسعاف التابعة للإسعاف للدفاع المدني. وبالتالي إمكانية الوصول إلى أماكن استهداف وانتشال الضحايا هو أمر يعني أصبح صعب شديد الصعوبة، وهو صعب منذ أيام عمليا. منذ أمس، دعني أؤكد لك بأنه منذ أمس، وهذا الأمر ينطبق على أيام كثيرة فاتت، الكثير من المناشدات يعني شهداء بالعشرات ومواطنين بالعشرات تم يعني استهداف منازلهم، ووصلت مناشدات أنه من يخرج هؤلاء من تحت الأنقاض وكانوا أحياء، لكن بسبب عدم القدرة على الوصول إليهم وانتشالهم فقدوا أرواحهم. وبالتالي نحن نتحدث عن العشرات، وإن أردنا نتحدث بصورة شاملة المئات من المواطنين الذين فقدوا حياتهم وهم ينتظرون أن يتم انتشالهم من تحت الأنقاض. هذا الأمر يجعل من الصعوبة بمكان الحديث عن أرقام محددة. نعم. حتى وإن كانت تقريبية، لأن عمليا كمان دعني أشير إلى أنه يعني شقة سكنية يتم استهدافها حتى وإن كانت المساحة محدودة، يعني غالبا يكون سكانها ما لا يقل عددهم عن 30 شخص مثلا. وبالتالي عندما تستهدف عمارة كاملة، كيف ممكن أن نحصي؟ حدث ذلك يوم أمس منى، يعني تقريبا عند استهداف شقة سكنية وراح ضحيتها 15 شخصا، كانوا كلهم من الأطفال. صحيح. والنساء، وكانوا محترقين. صحيح. وأشلاء، والاستهداف على الشقة بعينها في تقريبا وسط أو جنوب القطاع. طيب، في النصيرات. نعم، في النصيرات، حي النصيرات بالضبط. يعني لو تضعين منى في تفاصيل هذه الهدنة إن صحت التسمية الآن، ما هي أبرز النقاط التي استوقفك فيها، خصوصا وأن الحديث أن من الأهمية بمكان مع هذه الهدنة وتأكيد الجانب المصري وفق المعطيات وفق المحللين على ضرورة إدخال المئات من الشاحنات للمساعدات؟ نعم، يعني وفقا لما وردنا من أنباء حول تفاصيل هذه الهدنة، هي سوف تكون تشمل 4 أيام. مبدئيا الحديث عن 4 أيام من الممكن أن تكون قابلة للتمديد وفقا للمصادر الإسرائيلية، في حال أن حماس أبدت استعدادا للإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين لديها. يعني خلال هذه الأيام سوف يتم، من المقرر أن يتم الإفراج عن 120 محتجز من قبل
لا 50 محتجز، عفوا 50 محتجز من اسرائيليين من قبل حركه حماس، بمعدل يعني 10 الى 12 شخص يوميا، بمقابل افراج اسرائيل عن عدد لا يقل عن 120 اسير فلسطيني، اسيره وطفل فلسطيني، وعلى ان يعني يكون العمر الذي عمر الاطفال الذين يتم يعني الافراج عنهم اقل من 19 عاما. نعم. هذا صحيح. فيما يتعلق بالأمر الآخر، ربما دعني أتحدث عن الجانب الإنساني، وهو ربما الآن هذا أمر يعني هم أهالي قطاع غزة والجميع لدرجة كبيرة. نعم. عمليا الحديث عن وقف إطلاق النار بشكل كامل في محافظات جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى مناطق أيضا شمال قطاع غزة، أن لا يتم، لا يكون هناك تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي أو حتى الاستطلاع في مناطق جنوب غزة، لكن يتوقف تحليق الطيران بشكل نعم. هذه البنود التي تم الإعلان عنها وربما التي هي من الأهمية بمكان مناقشة كل بند، ولكن ربما في ساعات مقبلة. أعتذر منك منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية فقط لانتهاء الوقت، شكرا جزيلا لك لما أبديت من تفاصيل في هذه التغطية، شكرا لك.